بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية ترأس سيدان رشيد الطالبي العالمي وزير الشباب والرياضة وفيصل العريشي رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية حفل توزيع المنح على الفائزين بالميداليات خلال الألعاب الإفريقية للشاطئ في نسختها الأولى والتي احتضنتها مدينة سال بدولة الرأس الأخضر. بعد كل مشاركة كتقدم لي واحد منحة رمزية، هو الهدف ماشي المنحة في حد ذاته بقدر ما هو الاحتفال بالأبطال اللي حصلوا على ميداليات. اليوم مناسبة اللي بعد عودة الفريق الوطني المكون من مجموعة من الألعاب، من الألعاب الإفريقية للشاطئ بالكاب فير للمغرب، شرفونا ذوك الأبطال الشباب والشابات حصلوا على الدرجة الأولى على المستوى الإفريقي لمشاركة 44 دولة إفريقية، 9 الميداليات الذهبية، 16 ميدالية في الجميع للمرتبة الأولى، وبعد من الفريق الثاني الدولة الثانية يعني فارق كبير جدا. هنا دليل على أن الرياضة المغربية بدأت كتنتعش من جديد. كنهنيو نفسنا على هذه النتائج اللي حصلنا عليها في هذه السنة هذه، من الألعاب البحر الأبيض المتوسط إلى الألعاب الشباب اللي كانت في الجزائر، والآن المحطة الثالثة هي هذه ديال الألعاب الشاطئية. وإن دل على شيء أنه كيدل على العمل الدؤوب والعمل المستمر بين اللجنة الأولمبية والوزارة بس يستعدوا هاد اللاعبين. الحمد لله في ليجو أفريكان ديال لابلاج المغرب قدر يحصد على الرتبة الأولى في التوتال ديال لي ميداي، والكاراتي كان عنده نصيب في هاد لي ميداي. الحمد لله حتى حنا حصدنا الأولى في الكاراتي، وهذا النهار هذا كتقام واحد التقديم ديال المنح للابطال اللي تالقوا في هذا ليجو افريكان د لابلاج، وشرف لينا ان شاء الله، تحفيز لينا ايضا باش نزيدوا نخدموا من هنا الفوق. ومازال عندنا ان شاء الله ملتقيات كبيره اللي جايه ان شاء الله، واهمهم اللي تكون ليجو افريكان في المغرب هنا. هذا تشريف للاعبين والطاقم الذي قام بمجهود جبار وجاب ميداليات وحصيلة جيدة في الألعاب الإفريقية بمدينة سال. الحمد لله سي تري بيان باسي. بادرة حسنة تشجعنا كثيرا وتحفزنا لتحقيق نتائج أكبر في المستقبل. سعيدة بما استطعت تحقيقه وسعيدة بجائزة التحفيزية، وأشكر اللجنة الأولمبية والوزارة، وهذا ما من شأنه إلا أن يشجعنا لتحقيق نتائج طيبة خاصة في الألعاب الإفريقية المقبلة هنا بالمغرب التي ستنطلق قريبا إن شاء الله. ويذكر أن المغرب احتل صدارة ترتيب الألعاب الإفريقية للشاطئ بإحرازه ل16 ميدالية، 9 ذهبيات و3 فضيات و4 برونزيات.